طيب، صباح الخير يا جماعة. اليوم إن شاء الله بدنا نستمر في التركيز على تنسر فلو، بس بدي حابب أنوه إنه في الصفحة هذه دائما أنا بحدثها باستمرار، فضفت فيها روابط على Selected أو Keras Selected Docs، ففي عدة شغلات إنه إحنا حنمشي عليها اليوم حتساعدنا كتير في Documentation. صفحة الوورد بريس هذه شغلة. الشغلة الثانية إن شاء الله بدي أعيد الكلام، حكتب لكم هذا الكلام بوست على الفيسبوك إنه حيكون في عنا مشروع مطلوب منك تبدأ الآن إنه أنت تبحث على داتا سيت المواصفات تبعتها إنه تكون الداتا سيت هذه متنوعة، يعني إنه في إنه تختار دومين مناسب تمام أقرب للبزنس قدر الإمكان، تكون فيها عدد السجلات إنه ما يقلش عن 5000، وانه ممكن نطبق عليها classification او regression. مقصود هنا بclassification انه انت عندك التارجت عبارة عن nominal والregression عبارة عن numeric. نعم، حقيت بكرة في عنا كورس ان شاء الله، بكرة الاربعاء في عنا كورس، ممكن انت تسألني في الداتا سيت، وكذلك عندك يوم الاحد، فاحنا بكرة ان شاء الله وبعده حنكمل في موضوع الديب ليرنينج، بس نخلص ال CNN، بس نخلص ال Deep Network ال DNN وال CNN، ندخل في ال RNN، وبعديها راح أترككم أسبوع تشتغلوا على المشروع تمام. ممكن تشتغلوا على الكولاب، أنا بفضل أن أنت تشتغلوا على الكولاب، و الأحد اللي بعدي رح اجي واقيم المشاريع واشوف انه انتوا ايش اشتغلتوا فيها، انه طبقتوا كل الكونسبتس اللي احنا اخذناها، من ناحيه انه كونسبت انه انا في عندي بعض النيومريك اتريبيوتس انه هل عملت لها نورماليزيشن او لا، النومينال او الكاتيجوريكال اتريبيوتس هل عملت لها معالجه او لا، لانه احنا هنشوف مثال اليوم كذلك على معالجه الاتريبيوتس في التنسر فلو، كذلك انه انت تشوف انه الترين وال الترين بارت والتست بارت انه هل السبلت فيهم مناسب او لا، وهل كمان انه في عندك داتا ليكج او لا، انه هاي الاتريبيوتس مناسبه، بس انه انت ما دام انه انت متاكد انه فيش عندك داتا ليكج خلاص انه تكون شور من هاي الشغله وتطبق وتشوف النتائج. طبعا النتائج ممكن تجرب عده اساليب تمام او عده باراميترز، فممكن تجرب عدة algorithm random forest k nearest neighbor، أي algorithm أنت حابب إنه أنت تشتغل عليه تجربه، هذا في الكلاسيكال، وكذلك ممكن إنه أنت تجرب الديب. في حال إنه أنت بدك تركز على الديب فقط برضو كذلك مقبول، لو أنت بدك تشتغل على صور أو شغلة زي من هذا القبيل، فبالتالي بيصير أنت عندك الباراميترز اللي بدك تعملها tuning حكي عنها اليوم، اللي هي الactivation function و الاركتكتشر تبعت النيورال نتوركس تمام. طيب خليني افتح كولاب عشان تطبقوا معايا، بدنا ننقل الشغل كله على الكولاب الان، لانه فبدي اياكم تطبقوا معايا ستيب باي ستيب حاليا تمام. افتحوا معايا الكولاب، يا احمد افتح الكولاب ونعمل نوت بوك جديد نسميه هنا، بدي احط اسمه تي اف كيراس لايف كودينج. طبعا بطبيعة الحال انه انا بدي افتح documentation، TensorFlow، عشان اجيب
الكوماند تبعت الانستليشن، فباخذ الكوماند هاي وهنا علامة التعجب. فهنا بس بدي احط كود الاول، هذه ارفعها فوق وهنا احكي انه tf installation and check version. بدي احطها كهيدر. فهنا كوماند حط علامة التعجب زي هيك، هيك خلص تنزيل. نعمل تشيك للفيرجن، نضيف سيل جديدة في الكود، نقول from tensor أو import. نعم، لأنه الديفولت أنا عندي 1.14. بيب انستول أجيب الكوماند هنا وتنزليها. عن طريق ايش؟ ممكن اعدل من هنا انزل اختار ال HTTP تنزل مع النتورك. وين؟ هنا هاي قول لي على الشاشة. في طريقة ان ننزل كود ونحل المشكلة، يعني اول نفتح كولاب تمام، في بحث جديد كيف بالضبط اسم الكلام. اوكي هو اللي هو كان شاب اعملها بوست على الفيسبوك، بعمل زي نوت بوك تمام، بعملها بحطها في الريكوايرمنتس بالضبط، اي شيء في الريكوايرمنتس هنا، لانه هنا ممكن اخذه من جيت هاب او شغله زي هيك. هو صريح انه هي هيك بيجوا واحد الشغله، يعني احنا اذا كان في عندنا ريكويرمنت كثير اوكي، بس انه هذا ستيب انه شو اسمه، بس انت عملنا اياه بوست على الفيسبوك. طيب import tensor flow as tf الجي بي يو. لا بدنا ننزل تنسر فلو جي بي يو، ما حتمر على الجيت هاب بالتي بي يو. مش لا هنا بدك تحدد الران تايم. تحدد الران لا بدك هنا في تنسر فلو لما تنزل بدك تنزل تنسر فلو داش جي بي يو تمام. نفس الشيء جي بي يو. هنا نتأكد من الفيرجن، فيرجن 2.0 نعم. طيب الكود المرة الماضية هيو، هاي الخطوات. طبعا هنا بدي أحط لكم إياها هنا ك نوت بوك او ك هنا بالضبط، يبقى انستول تشيك فيرجن لود داتا بريبير داتا ديفاين انان موديل ترين بريدكت ايفالويت تمام. وهنا بدي احط لكم ملاحظه انه ات از بوسيبل انه انا اعمل فيت بريدكت and evaluate in one step. لا احنا عملنا ال evaluate ال predict وال evaluate في خطوة واحدة. هل جيت حناخد الثلاثة هدول في خطوة واحدة، لانه احنا بدنا نعمل plot للهيستوري. طيب فاول شغلة انا عندي هنا
هذا الامبورت عملنا هذه الخطوة. هنا بدنا نعمل لود للديتا سيت، حكينا انه الخطوات هذه اوبشنال. فهي هذا الكود انا من وين جبته هنا، بتروحي على learn، هنا عندي هاي هنا يبقى المينست داتا حكينا عنها المرة الماضية تمام، وبدي اعرف السيكوينشال موديل هنا معرفها كليستا، انا بفضل ان انا اعرفها لوحدها هنا زي هيك انه هاي احنا بعد ما هاي الداتا سيت، وهنا حكينا انه الخطوة هذه اوبشنال انه احنا نحول او نعمل نورماليز للداتا بالضبط. نعم فها هنا الخطوة هذه اللي هي load and prepare data set. الخطوة اللي بعديها نعمل سل الكود جديدة، وإيش نسوي؟ بدنا نعرف sequential model. sequential model حكتبه كتابة. عشان تنحل المشكلة عندك، وعشان نكمل على الكود بدنا نشوف بدنا نعمل بلوت للبرفورمانس. فعشان هيك الكود اللي انتم كتبتوه المرة اللي فاتت ممكن تنسخوا منه. نعم فأنا عندي هنا انه الخطوة هاي انه define model. الموديل انا عندي هنا موديل بتساوي tf.keras.models.sequential الاس كابيتال. نعم بعديها بدي ابدا اضيف layers. كيف اضافه layers؟ بالضبط موديل دوت اد. هنا ايش بدي اضيف له؟ بدي اضيف له لاير. اللاير كيف بدي اجيب له؟ tf دوت كيراس دوت لايرز دوت كابيتال لتر دنس، هذا اسم كلاس. في الدنس هنا ايش بدي ادي له؟ تو باراميترز. قديش حجمه؟ حكينا 128 و activation بتساوي ري هو نوعين اللي احنا كنا بنقوله، لا في سيجمويد وفي تاناتش. نعم فعشان هيك انا حطيت لكم هنا في الصفحه، تطلعوا تحت هنا selected keras docs، في انا عندي هنا activation functions، في عندي optimizers، في عندي loss function، حنختار منهم. هجيت في الactivation function، ايش في انا عندي؟ في عندي لينير، عادة انا بستخدمها مع النيوميريك انبوت. هاي ملاحظات كتير مهمة. نعم وفي انا عندي ريلو اللي هو ريكتيفايد لينير يونت، وفي انا عندي سيجمويد. السيجمويد فانكشن مش عارف اذا مرت عليكم قبل هيك انه الشكل تبعها بتكون زي هيك، انه الانبوت انا عندي بين الواحد والزيرو بهذا الشكل، فبالتالي لعند نقطة معينة بالضبط. يعني اذا كانت الفاليو انا عندي اصغر من ماينس 6 قديش بتكون طوال الوقت هنا الى ما لا نهاية، الى ماينس ما لا نهاية زيرو، وبعديها بتبدأ من عند الماينس 6 بتبدأ ترتفع القيمة، بترتفع بترتفع لغاية لما تصل للستة بتصير واحد صحيح بالموجب، وبعد الستة ايش بتصير؟ تثبت الى ما لا نهاية. يعني هاي السيجمويد بالضبط. في انا عندي دالة التان اتش في الاكتيفيشن بالضبط.
الشكل تبعها انه زي هيك. نعم. فهاي الاكتيفيشن فانكشن. الان كاكتيفيشن فانكشن مين افضل هدول؟ احنا وين كنا؟ هنا. نعم. يبقى انت في الهيدن لايرز ايش الاكتيفيشن فانكشن اللي انت بدك تاخذها؟ خليني اسجل لك اياها ملاحظه هنا. يبقى ايش بدك تختار؟ او خليني اقول لك انه choose activation function. يبقى ال hidden layer هنا شو بدك تختار؟ بدك تختار يا اما sigmoid او tan h re lu. هم هدول هذه سوفت ماكس الاوت. تمام. هجيت في انا عندي موديفيكيشن لهدول الانبوت فلاتن انه بتاخذ رو داتا. هجيت حسجلها. هجيت ايش البيست؟ البيست هي الري لوب فور ديب نيورال نتوركس في الغالب. طبعا هذا كلام انه في الكوميونتي انه 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 حسب اكسبيرمنتالي انه 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 السيجمويد والتان اتش بعد فتره ممكن انه تسبب مشاكل انه الاكتيفيشن ببطل فيه اكتيفيشن في الداله. وهذا الموضوع له علاقه بالجريدينت لانه انا بجيب تفاضل. لانه هي الفكره النيورال نتورك ايش بتحول؟ بتحول النون لينير داتا لانينير. الآن في التفاضل أنت إيش بتسوي؟ إكس تربيع، إيش تفاضل الإكس تربيع؟ تفاضل الإكس تربيع إكس ولا 2X؟ 2X. معنى ذلك أنه بمعنى آخر أنه أنت بتنزل الدرجة تبعت المعادلة، كانت من 2 صارت درجة الأولى، فبالتالي أنت حولت من الدرجة الثانية لدرجة لينير. فبالتالي النيورال نتورك كل ما تزيد طبقات فهي بتحاول أنه تحول النون لينير للينير عشان تقدر تفصل البيانات، عشان تقدر تفصل البيانات انه هدول لكلاس وهدول لكلاس معين. الان الجريدينت بعد فتره معينه باستخدام هدول الدوال رياضيا بيصل لحد انه بتصفر، فالريلو هي افضلهم. وهذا الكلام مش مطلق. ريكتيفايد شكلها زي هيك. تمام. لعند الصفر بتكون صفر وبالضبط، وبعديها بتصير لينير. هذا هو هذا هي الميزه في الموضوع انه هدلاك انه 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 فيها منحنى، فيها منحنى، مش 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 درجه اولى. هاي انه الميزه تبعتها انه درجه اولى. بالضبط. هاي بالنسبه للهيدن لايرز. الانبوت شو بدك تختار؟ فلاتن. تمام. والاوتبوت بيعتمد اذا كان كلاسيفيكيشن بدك تختار سوفت ماكس، اذا كان ريجريشن انه بدك تعمل نيوميريك بريدكشن بدك تختار لينير. هاي هاللينير هنا، هاي السوفت ماكس، هاي التان اتش، وهاي اللينير. اللينير حدا شايف لينير؟ هاي المعلمة. تمام. لانه انت بدك تعمل نيوميريك برودكشن زي الهاوس برايس مثلا، زي البرايس انه هذه نيوميريك.
تمام. فعادة خلاص انه احنا هنا ريلو. ليش ريلو؟ لانه اكسبيرمنتال هي البست لغايه الان، وهذا الكلام خاضع للتجربه، لانه زي ما حكينا هذا كلام مش مطلق. طيب طيب واللايرز انا لايرز خلينا نجيبه من هنا. ايش انا في عندي؟ هاي كلهم اللايرز، فبدي اخذ لكم الرابط وهنا اضيفه على layers. في اللايرز ايش في عندي هنا؟ convolution 1D, convolution 2D هذا حناخده اليوم. convolution transpose في انا عندي dense تمام، هذه fully connected، وفي انا عندي الفلاتن هذا بالضبط. فهنا بدنا نضيف اول حاجه الانبوت، نرجع هنا tf.add model.add.tf.keras.layers.flatten. وهنا بنحكي له انه الانبوت اعتقد بتساوي 700 قديش؟ 28 و28. نعم الانبوت اندرسكور ايش؟ شيب. نعم فهذا الانبوت لاير. نعمل اوبتمايز لهذه، فممكن نعرف هنا فاريبل نحكي عنه النمبر نيورونز بتساوي 128. فبالتالي هذا ممكن اعوض عليه هنا، فبدل ما انا اغير في كلهم خلاص بغير في الفاريبل هذا. وهنا num hidden او layers تساوي 3. فهذه ممكن احطه هنا وهنا ممكن اعملها في فور لوب. شوف كيف هعملها. for i in range عدد الهيدن شو بدي اسوي؟ model.add بتحط عدد النيورون، فبالتالي استخدمت هذا المتغير و هذا بالضبط. نعم وهنا الخطوة الثالثة انه define output، define الoutput اللي هو model.add tf keras layers ايش نوعه؟ dense برضه
قديش عدده؟ 10. والاكتيفيشن تساوي سوفت ماكس. طيب بعدها بدنا ننتقل على الكومبايل. يبقى هنا كومبايل موديل. في الكومبايل موديل دوت كومبايل ايش بدي اديله؟ اوبتمايزر تساوي ادم. شو كمان؟ اللوس ايش بتساوي؟ مين ابسوليوت ايرور؟ متريكس ايش؟ اكيوريسي في ليست. اللوس انا ايش كان عندي؟ لا بدات الاسم الصحيح مين ابسوليوت. شو كمان غير الهاي غير الاوبتمايزر؟ ثلاث شغلات: اوبتمايزر واللوس والمتريك. طيب اخر خطوه موديل دوت ما حطيتهاش في جملة طباعة لأنه آخر جملة أنا عندي في هاي السيل بطلع بدون طباعة. في خطأ فلاتن في قوس زيادة فلاتن ايش الاختلاف؟ نفس الاشي. كيراس لايرز فلاتن انبوت شيب 28 و 28. لا هي معلم على هذا السطر سيكوينشال فيها خطا. سيكوينش فيها هو اصلا مش هنا هيدن لايرز مظبوط. نعم. هذه مش ليست بدون. نعم. دي اكتيفيشن هذه اكتيفيشن. تمام. طيب نعمل الآن الخطوة اللي بعديها اللي هي إنه نعمل كومباين للستيبس فيت هي ترين اللي هي فيت زائد predict زائد evaluate. نعم. فهنا بدنا نعمل شغلة جديدة زيادة على المرة الماضية اللي هي كانت أنا عندي هنا بعد الكومبايل والسمري هنا model.fit احنا بدنا نخزن هذا الكلام هنا في history يعني أنا بدي أعمل plot للنتائج بتساوي model دوت فيت في سل جديدة بعد السمري حطيها في سل جديدة. ايش بدنا نعطي له؟ ايش بياخد؟ الاكس بتساوي اكس ترين
y بتساوي y train. وبعديها في عندي باراميتر اسمه validation data، ممكن نجيبه من هنا، هذه خليها مفتوحة. هنا ككود هنا في الدوكيومنتيشن انه الهيستوري بتساوي موديل دوت فيت، ادينا له الترين والواي وعدد الايبوكس، وممكن نديله هنا الفاليديشن داتا زي هيك نديله اياها كتابل. فهنا فاليديشن داتا بتساوي، نرجع هنا خلينا نحطها في سطر جديد، فاليديشن داتا بتساوي اسمها كان اكس تيست واي تيست. ايش كمان بدنا نديله؟ الايبوكس بتساوي 10 على سبيل المثال، والباتش سايز بتساوي 100. حقيت ممكن اعمل الايبوكس 2 عشان لما اشغل ما يطولش واتاكد انه تمام. بالضبط هي شغال هيك تمام. هاي الايبوك الاولى والايبوك الثانيه. الايبوك هاي عباره عن الفت نتائج للتريننج، انه في كل ايبوك بتتخزن في الهيست. في الهيست هذه عباره عن ديكشنري، حورجي لك كيف شكله عشان نعرف كيف نستخرج منه بيانات. هاي الهيست، .history. فهو عبارة عن dictionary. فلو هاي الاكيوريسي هاي قيمته كذا وكذا، وهنا اللوس ليش قيمتين؟ لأنه أنا عندي 2 ايبوكس، واللوس قيمتين، والمين absolute error قيمتين، كل هاي الشغلات. فبالتالي لو بدي أنا أشوف الكيز إيش هي، هذا الكلام .keys وعبارة عن ديكشنري. ايش فينا عندي؟ اللوس والاكيوريسي والمين ابسوليوت ايرور والفاليديشن لوس والاكيوريسي والفاليديشن اكيوريسي والمين والفاليديشن مين ابسوليوت ايرور. تمام؟ هذا اللي بدنا نعمله بلوت. فعشان هيك هذا الديكشنري في كل واحدة عبارة عن الكي، وهنا على حسب عدد الايبوك. فهنا لما ازود الايبوكس هنا خليني احطهم 100، تمام؟ فخليه يشتغل عبل ما اجيب الكود المتعلق في البلوت. يعني تقريبا انه كل ايبوك ثانيتين. لا هاي شوفي انه هيز دوت هيستوري دوت هيستوري بالضبط. لا في خطوه واحده بتزبط، هيو هيز دوت هيستوري دوت كيز. لا انت مش مشغله للتريننج، بتكوني قبل شغلتي. طيب كود البلوت خليني احط هنا سيل جديده، انه هنا بدنا نعمل امبورت لتنس لمات. هذا الكود هنا Thank you.
هذا كود البلوت. شوف علي الكاد الكود تبع البلوت. import matplot by plot as plt. طبعا هنا لازم اضيف السطر هذا انلاين عشان يعمل لي البلوت في السيلز في الجوبيتر نوت بوك. هنا عرفت هذا انه كود جاهز، بس شوفوا شوفي انه انا بعرف فيجر بلوت دوت فيجر، بحدد الفيجر سايز، وبعديها انه انا بدي احط رسمتين. ايش هي الرسمه الاولى؟ اللوس مقابل الايبوكس، والرسمه الثانيه الاكيوريسي مقابل الايبوكس. عشان هيك في الرسمه الاولى ايش بحط؟ انه الاي اكس بتساوي الفيج دوت اد سب بلوت، يعني هذه فيجر في فيها تو فيجرز زي هيك. هاي هذا فيجر، هذا الفيجر الكبير فيه تو سب بلوتس بالضبط. احنا في عنا رسمتين، ايش الرسمة الاولى؟ accuracy مع الايبوكس، والرسمة الثانية accuracy مع loss مع ايبوكس واكيوريسي مع ايبوكس. عشان هيك انا لما اقول add sub plot ايش بقول له؟ بقول له ضيف لي 1 2 1 وهنا 1 2 2 اللي هو عبارة عن البوزيشن تبعه. ضيف لي في الرسمة الأولى تمام من رسمتين في الموقع الأول تمام، وضيف لي برضو في الرسمة الأولى من رسمتين في الموقع الثاني. هذا مكان الفيجر يعني وين بالضبط؟ مكانه بالضبط. إيش إيش بنعمل؟ plot plt dot plot، بحط هيست دوت هيستوري، وهذه عباره عن مش ديكشنري، بحط كي ايش هو اللوس والفاليديشن لوس، وضفت الليجند عشان كيف موجود عندي، موجود عندي في البلوت ومكتوب كتبته انا تمام. وهنا نفس الفكره، هنا اد سب بلوت انه في الرسمه الاولى من رسمتين في الموقع الثاني، لانه انا في عندي موقعين، لانه هاي هنا يعتبر انه الموقع الاول وهذا الموقع الثاني زي هيك. فعشان هيك انت بتلاقي هنا ضيف لي في الرسمه الاولى من رسمتين في الموقع الاول، ضيف لي الرسمه الاولى من رسمتين في الموقع الثاني، هنا على اليمين على اليسار عفوا، وهنا على اليمين. هنا ايش حطينا؟ الكي اكيوريسي و فاليديشن اكيوريسي. عاده انه انا بعمل بلوت بين التريننج لوس، التريننج ايرور والفاليديشن ايرور، ونفس الشيء بالنسبه للاكيورسي، الاكيورسي تبعت التريننج وتبعت التست. هذا الكلام عشان هيك انا طبعت الكيز عشان انه احنا نكون عارفين هاي اللوس وهي فاليديشن لوس. كل حاجه بتلاقيها بتلاقي في قبليها اندر فال اندر سكور تمام بالضبط. هاي اكيورسي، في عندك فال اكيورسي، فعشان هيك accuracy var accuracy loss var loss. هنا بحط الليجند اللي هو ايش اسم الخط هذا وايش اسم الخط هذا، وهنا ايش اسم الخط وايش اسم الخط. نتأكد انه خلص التريننج، لسه في اي ايبوك في 99%. هيك بيكون خلص، ساعتها بقدر اعمل البلوت. خليني اصغر. بتلاحظ انه انا عندي هنا ايش؟ انه انا عندي الفاليديشن لوس او التريننج لوس هيو هنا. طبعا في فرق بين الفاليديشن والتريننج لوس، مين اقل؟ دائما الفاليديشن لوس تمام. والاكيورسي بيكون انا عندي مين افضل، التريننج ولا الفاليديشن؟ هنا للتريننج اوكي، تريننج اكيورسي فاليديشن اكيورسي، هنا لوس وفاليديشن لوس. فبتلاحظ انه
انا عندي الاكيرسي عمالها بتزيد مع الوقت، سواء كان هذا في التريننج او فاليديشن. بالضبط في التنتين بتزيد مع الوقت، معنى ذلك انه في عندي انطباع انه كل ما زودت عدد الايبوكس ممكن انه احصل اكيرسي افضل. هذه شكلها مش طبيعي، لانه اللوس يفترض انه ينزل بعد هيك بعد وقت، انه عشان هيك اللوس لازم ينزل. فهلقيت اللوس هذا مش نازل بسبب انه ممكن تكون النيورال نتورك اللي احنا عارفينها كم لير فيها، هاي 1 2 3 انه ديب، فعدد ليه فعدد الايبوكس هنا مش كافيه، فبدي اعطي ايبوكس اكثر. عشان هيك عشان اوضح هاي الشغله في التجارب، انت عندك بدي اياك تروح هنا عند وين؟ في عندك الرابط هذا، تنسور فلو بلاي جراوند. ايش بتلاقي فيه هذا؟ بتلاقي فيه انه انت بتقدر تعرف اركيتكتشر زي هيك، يعني هذه عدد الفيتشرز فيها قديش؟ تنتين. هنا طبيعة البيانات انه حسب توزيعة معينة، تمام؟ قديش انه انت بتضيف فيها نويز زي هيك، وهنا بتعرف عدد الهيدن لايرز، وهنا عدد الاوتبوت، تمام؟ هنا بختار الاكتيفيشن، الريجوليشن والريجوليشن ريت، وايش نوع البروبلم، هل هي كلاسيفيكيشن او ريجريشن. الان لما تشغل شوف البلوت اللي حيظهر معايا، شايف؟ هذا التست لوس وهذا الترين لوس. بتلاحظ انه الرسمة بعد فترة انه هي بتثبت خلاص، هذا اقل لوس انت ممكن تصله، فبعمل ستوب زي هيك. بعد اكمل ايبوك كان في عداد وينه 400 ايبوك بالضبط. فعندي خيار هنا في الفت، فينا عندي خيار باراميتر اسمه بيشنس، بتحطه مثلا 10. ايش معناته 10؟ بعد 10 ايبوكس اذا ما فيش تحسن خلاص بعمل ستوب لوحده. يعني لو انا حاطط 300 ايبوك وانا واصل في 110، تمام، او واصل في 100 في الايبوك 100، عدى 10 ايبوكس بعد 100 صارت 110 وما كانش في تحسن في اللوس، ساعتها تعمل ستوب لوحده، مع انه المطلوب انه هو يكمل 300 ايبوك، تمام؟ فبعمل ايرلي ستوب. طيب نزود هنا عدد النيورونز، وهنا عدد اللايرز، وهنا في اللاير هذا انه خلينا نشوف كيف. هاي نعمل هاي، انا في عندي هنا كل نيورون في بلس وماينس، وهنا الهيدن لايرز هاي في بلس وماينس هنا. نعم، دائما اللوس شكله زي هيك، انه بيبدا اللوس عالي والمفروض انه هو يقل. عشان هيك انا الرسمه هاي تبعتي اللي انا بقول لكم اياها مش طبيعيه. ليش؟ لانه مش حكاية انه مش طبيعية، لا، بدي اديها ايبوكس اكثر عشان يبين فيها انه هي بتنزل بعد هيك، تمام؟ بعد ينزل بعد فترة محددة خلاص ببطل في امبروفمنت، فالمفروض انه انا اعمل ستوب. نعم، فهذا الخيار اسمه البيشنس اعتقد، فممكن نبحث عنه هنا. مش هيك سي اي؟ يبقى هذا الخيار اسمه في الكول باكس اسمه ايرلي ستوبينج. بالضبط.
فهنا ايش بده يعمل؟ هنا في مثال هنا في الفيت، هاي شايف الكود؟ بحط هنا كول باكس بتساوي كول باك، والكول باك انا ايش عرفته؟ بقول له لو سمحت اعمل لي مونيتور لللوس وحط لي البيشنس بتساوي 3. شو معنى هذا الكلام؟ انا حاطط هنا الايبوكس 100، في ايبوك معينه بعد 3 ايبوكس اذا صارش في امبروفمنت خلاص بتوقف. انا كنت في ال 70، 71 نفس اللوس، 72 نفس اللوس، 73 نفس اللوس، خلاص ستوب. تمام؟ فهنا حسب هنا في البلاي جراوند هذه ممكن اجرب بيانات من نوع مختلف انه زي هيك، واحط انه البروبلم هذه عباره عن ريجريشن، واحط الاكتيفيشن هذه الريلو، ونشوف كيف الاداء بصير. هيو على طول وصل لبعد 34 ايبوك وصل للوس كتير، هيو 0.01 التريننج لوس والتست لوس. نعم فبالتالي هذا هي لا 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 هذا عبارة عن سمير. بتقدرش تعمل تجربة هنا، بتقدرش انه انت يعني انه هنا بتعمل جنريت هنا بس عشان انه بلاي جراوند انه انت تشوف الفروقات بين هاي الشغلات ايش تأثيرها كيف للايبوك. لا انت في عندك خيارات كثيرة، في عندك خيارات للاكتيفيشن، نوع البروبلم، طبيعة البيانات. يعني احنا لو هو بيقدر يكتب الموقع ممكن نستخدمه بدل ما البدل. لا لا هذا سيميليشن، هذا بلاي جراوند بس. بلاي جراوند عشان هذا للتعليم، عشان اشوف بالضبط انه اشوف هاي الشغلات، لانه انا في عندي هنا بريلودد داتا، ما فيش عندي خيار انه انا اعمل ابلود لداتا. هو لو عامل غير ابلود ما هو انت بالنسبه لك كود، انت لو اطلعت على الكود اللي احنا عاملينه هنا ماشي نفس الخطوات، انت يعني تعبان في هذا الكود يعني شيء بسيط. يعني هنا انت بدك تزود عدد اللايرز، هنا حطه بس خلص صار 5. بطول في التريننج. نعم نعم لغاية حد معين. وهنا عدد الايبوكس مش معناته انه عدد الايبوكس كثيره انه لا حيجيب لي احسن، لغاية حد معين. عشان هيك مهم جدا انه نعمل البلوت. في بعض الاحيان انه اللوس بنزل لعند اخر شيء بعديها برجع بطلع ثاني. ف لا في لانه انتم بتعرفوا يعني اخذتوا شيء له علاقه بالاوبتمايزيشن، في عندي انا اللوكال اوبتيمم والجلوبال اوبتيمم. ايش اللوكال والجلوبال؟ يعني على سبيل المثال افترض انه عندي الداله زي هيك، حكيت هو احنا حكينا انه هي سيرش بروبلم. تمام، بيجي بتطلع بيجي بيقول انه مين اقل قيمه؟ اقل قيمه هنا. ليش؟ لانه لما اطلع بهذا الاتجاه بتزيد القيمه، ولما اروح بهذا الاتجاه اللي هو هذا باتجاه الاكس هنا وباتجاه الاكس هنا، لكن هو بيكون استكت هنا في حاجه اسمها اللوكال. فعشان هيك نوع الاكتيفيشن فانكشن بتحدد انه هو ممكن يعمل جمب من هنا لهنا عشان انه ينزل بهذا الاتجاه عند الجلوبال. تمام، ف وارد جدا انه اللوس يرجع يطلع تاني، ممكن انه اللوس بعد فتره معينه يرجع يطلع تاني، فعشان هيك لازم اعمل له مونيتور واخذنه في الهيست في الهيستوري واعمل له بلوت. هيك في مشاريع الماشين ليرنينج لازم انه تعمل بلوت عشان تشوف الرسمه كيف انه انت بتحكم على الموضوع هذا. طيب هاي اول طريقه
انه انت تكتب كود تنسر فلو زي ما احنا شفنا، انه انت بتعرف سيكوينشال تمام، ومنضيف اللايرز، حددنا الانبوت كيف شكله والاوتبوت كيف شكله والهيدن لايرز كيف شكلها تمام. بتضل انه انت ايش بتغير، ايش ممكن تعمل، تعمل باراميترز اكتيفيشن فانكشن، عدد النيورونز، عدد اللايرز تمام. فهي الباراميترز اللي انت ممكن تشتغل عليها. فهلقيت انا ممكن اعمل تجربه ثانيه، اغير في هذه وارسم واسجل قديش اللوس انا عندي جاب اخر واحده هنا للتريننج. ايوه اخر حاجه قديش كان عندي، ايوه اخر يبقى 100 ويكون رسم لي اياها. الفاليديشن لوس كان 4 عالي تمام، الاكيرسي كانت سيئه، الاكيرسي راحت 90%. اه يعني انه ما تغيرش، بس هنا كان قبل انه كان اقل شويه. لانه احنا نتعامل مع صور، فهذا الاسلوب ما بينفعوش، بدنا نروح باتجاه الكونفولوشن تمام. خلينا نشوف الاسلوب الثاني، انه انت تكتب كود تعرف فيه النتورك. يبقى الاسلوب الاول انه انت ايش تعمل، تعرف سيكوينشال موديل، تضيف اللايرز، تعمل كومبايل فيت. فاحنا جمعنا الترين والبريدكت والايفالويت ثلاث خطوات في خطوه واحده في الكود تمام. يبقى بعد السمري هنا في عندي ثلاث خطوات في كود واحد، في سطر كود واحد، اللي هي الفيت والبريدكت والايفالويت. تعمل بلوت للايفالويشن تبعك، بتشوف ايش النتائج، يعني بتعملها بلوت. الاسلوب الثاني وين حنلاقيه؟ هنا روح على التنسر فلو الموقع الاصلي، حلقيت الهيستوري زبط معاكم يا جماعه؟ طيب بدكم البلوت جربوه، عشان انه انا بدي عشان انتقل البلوت الكود تبعه. هذه لو عملتي واحده تنسخي وتعملي للثانيه بس. نعم. طيب هيك فعليا احنا بنكون خلصنا الطريقة الأولى، كيف انه انت ممكن تشتغل على الديب ليرنينج باستخدام الكيراس، انه انت نشتغل على السيكوينشال موديل. الطريقة الثانية، هيو افتح الرابط هذا، افتح معايا الرابط هذا، روح على لير وهنا تنسر فلو ذا كور اوبن سورس ام ال لايبراري. نعم فهنا في عندي فور بيجنرز وهنا فور اكسبرت تمام. هنا في البيجنرز انه انت بدك تشتغل بنظام السيكوينشال وتضيف اللايرز واحده واحده، حتلاقيه متكرر معنا هذا الكلام. بس في الاكسبرت انا ايش حقول لك، انه احنا بدنا نشتغل بطريقه مختلفه. ايش بدنا نسوي؟ بنروح بنعرف كلاس، بدل ما احنا بنعرف سيكوينشال موديل بنعرف كلاس، وبنعمل انهيرتنس من الكيراس موديل. وفي الكونستراكتور تبعه هذا بطبيعه الحال كونستراكتور، لما احنا رجعنا الاوبجكت اورينتد في البايثون تمام. هيك انا استدعيت السوبر كونستراكتور، وايش سويت هنا؟ عرفت لاير. ايش اللاير هذا نوعه؟ كونف واحد، كونفولوشنال 1 لاير تمام. قديش السايز تبعه؟ 32 في 3 والاكتيفيشن تبعه. وهنا عرفت فلاتن وعرفت الدي 1 والدي 2. الدي 2 هو الاوتبوت، ليش؟ لانه الاكتيفيشن سوفت ماكس. وبعد هيك انا عندي ديمس بالضبط. يبقى هنا انت في الكلاس ايش بتسوي؟ بتعرف الكلاس، وفي الكونستراكتور بتعرف اللايرز تمام. وبنروح هنا بعمل اوفررايد لميثود اسمها اكس. ايش بتاخد؟ عفوا بعرف ميثود، بعمل اوفررايد لميثود اسمها كول. شو بتاخد؟ بتاخد اكس اللي هي البيانات تبعتي، وايش بسوي؟ بطبق عليها اللايرز وبعمل ريتيرن للنتيجه بهذا الشكل. بالضبط اللي هو هيو دي 2 اللي هو السوفت ماكس.
بالضبط. بعديها كمان نستخدمه، بنعرف منه object هذا الموديل، تمام، وبروح بحطه هنا في سكوب وبطبق عليه البيانات تبعتي. خلينا نشوف هذا الكود كامل. افتح هنا، اضغط على run، فبيفتح لك على الكولاب بهذا الشكل. طبعا هذه الجزئية اللي هي الانستليشن بالضبط، اعملها run عشان تكسب الوقت معايا عبل ما اكمل شرح. افتح معايا هذا النوت بوك، تمام. بعد ما نخلص الانستليشن هنا نفس الداتا سيت الامنست، نعم الامنست داتا سيت، نفس الداتا سيت بالضبط. هاي نحن حملناها وقسمناها هنا لترين ولتست. في عندي هنا هذا الامبورت شغله معايا، وهنا الامنست داتا سيت. هنا بس مجرد انه عمل شفل للداتا سيت، تمام، يعني عملها راندومايزيشن في الترتيب تبعها. وهي هذا الكود اللي انت المفروض انه انت تركز عليه، لانه الباقي كله ما فيش فيه شيء جديد. ايش في هنا عندي؟ هنا ماي كلاس، نعمل انهيرتنس من الموديل اللي هو الكيراس موديل. وهي نفس الكلام، انا في عندي convolution layer 2D، تمام، 32 في 3، وفي عندي الفلاتن اللي هو الانبوت، وفي هنا عندي دنس، وبعديها بالضبط. يبقى هذه الشبكة ايش نوعها؟ هل هي نيورال نتورك عادية اف سي او دنس؟ لا، كونفولوشن. عشان هيك بقول لك ارجع هنا عندي على المدونة، وبتروح على التاج هذا الداتا ساينس، وبتلاحظ هنا في عندك وحدة من المقالات بتحكي لك على انواع الكونفولوشن. بدي اذكرك في انواع الكونفولوشن، فاكر الفي جي جي والريز نت؟ الكونفولوشن ايش الاساس تبعها؟ انا عندي انبوت، ممكن يكون في عندك كونفولوشن اكثر من طبقه للكونفولوشن، بعديها بتيجي طبقه البولينج، ممكن كمان تعمل كونفولوشن كمان مره بولينج، وبعديها انا عندي الاوتبوت عباره عن فولي كونكتد نيورال نتورك عاديه. يبقى هذا الاوتبوت هو عباره عن نيورال نتورك عاديه بهذا الشكل، تمام. ففي انا عندي انواع مختلفه، بس الفكره الكونفولوشن انه انا عندي انبوت كونفولوشن. وهذا الكلام وين بتلاقيه؟ بتلاقيه هنا في الرابط كمان عندي، راجعه كمان مره. يعني بمعنى اخر انه هو بده يحل البروبلم هذه اللي هي تبعت الامنست داتا سيت باستخدام الكونفولوشنز. هذا كلام ممكن نسويه بالسيكوينشال، نفس الفكره، تمام، بس الكود اختلف انه هو رتب لي اياه في كلاس. فهنا بدي اتاكد لك على النقطه هذه عشان انه تكون عارف ايش معنات الكونفولوشن. هنا في هذا في عنا في التشيت شيتس للديب ليرنينج هذه الصفحة. هنا في التاب تبع الكونفولوشن كيف شكل الكونفولوشن عادة، انه هاي ايمج عندي اكثر من طبقة في الكونفولوشن، اكثر من طبقة من البولينج، وبعديها في فولي كونكتد. استوعبت الكونسبت هذا انت ساعتها؟ تعال اطلع هنا على الكود ايش بتلاقي. كونفولوشن هذا الانبوت، وبعديها انا عندي دنس اللي هي الفولي كونكتد، وبعديها انا عندي هنا الاوت. شغل هذا الموديل، وبعديها هنا عرف اللوس اللي هو عبارة عن sparse categorical cross entropy والoptimizer adam، عرفهم لوحدهم هيك برا، وراح هنا استخدمهم في وين عرف المتريكس، وهنا
تعمل decoration لهذه الفانكشن. هذه الانوتيشن كتير مهمة اللي هو tf function، لأنه بتخبر التنسور فلو أو الكيراس إنه يعمل optimization لهذه الفانكشن بحيث إنه يتم تنفيذها بشكل أسرع. فبالتالي هذه الخطوة عبارة عن training step، بتوضح إنه إيش اللي حيصير في training step واحدة، تمام؟ وهذه test step هنا عرف الإيبوكس 5 وهنا لف على الإيبوكس واحدة واحدة. وبدنا نشوف هنا النتيجة. قديش الأكيرسي أنا عندي؟ افترض تطلع النتيجة أنا عندي هنا حوالي 98% حوالينا. خلينا نشوف، ننتظر في 5 ايبوكس فقط. طريقة السيكوينشال الأفضل صح؟ أسهل. هو هذا الفكرة إنه نفس الفكرة بس كودينج، يعني بالضبط. هكذا حنشوف كود تاني كونفولوشن أبسط من هذا بكتير. هذا شغال زي شريف الجامع بالضبط. بالضبط. أو ستايل البايثون بالضبط. هاي طلعت معايا النتيجة لأول إيبوك لسه. شايفين ان الكونفولوشن قديش بيطول؟ احنا طالبين منه 5 ايبوكس. في شغله انت مش تكوني مش مشغلاها في سلب. في اول ايبوك قديش جاب اكيوريسي؟ 95. شايف متخيل قديش؟ كيف؟ بكرة يطلع. احنا حندخل في المثال الثاني وحنستنى، ندخل في المثال الثاني ونستنى، بس بدي اتأكد انه كلكم عندكم انه انتم شغلتوا هذه. تاخذ شوية وقت. هذا ككود مفهوم في الأوبجكت أورينتد، مفهوم يا جماعة؟ يا جماعة مفهوم؟ طيب ننتقل للمثال اللي بعده. وين بدي إياك تروح؟ هنا ارجع لي على الصفحة هذه، افتح التنسر فلو من البداية على learn تنسر فلو، وهنا بدنا نروح على الفاشن، على الموضة امنست فاشن. صحيح. نعم، حقيت الداتا سيت هذه ايش طبيعتها؟ حقيت حنفتح
النوت بوك مع بعض. طبيعة الداتا سيت هذه اللي هو أمن فاشن أمنست. إن هنا عندي مجموعة من الصور، والصور هذه عبارة عن تيشيرتات، بنطلونات، تنانير، أحذية، شنط. والمطلوب إنه إحنا بدنا نتعرف على هذول الأوبجكتس. كيف التحميل تبعها؟ لاحظ معي. نعم. تبعين معايا؟ بالضبط. فهنا فاشن أمنست كيراس داتا سيت فاشن أمنست. هنا ترين ايمجز، ترين ليبل، تيست ايمجز، تيست ليبل، زي هذيك بالضبط التقسيمه. لود داتا. هنا بحكي لي انه الايمج عباره عن 28 في 28 بكسل، هي عباره عن نمبي اري، تمام؟ والرينج تبعها هي جري سكيل من 0 ل 55. بالضبط. والليبلز عباره عن انتجر بتراوح من 0 ل 9. يعني التصنيفات الانواع اللي هي بالضبط. 0 يعني تيشيرت. 1 يعني تراوزر. 2 بلوفر. 3 دريس، وهكذا. الى اخره. نستكشف البيانات. كيف بدنا نستكشف البيانات؟ شوف الشيب تبعها. الشيب تبعها 60,000 ريكورد، كل ريكورد فيه 28 في 28. وهنا بدنا نشوف اللين للليبلز 60,000. عرض لي اياهم، فعرض لي اياهم انه زي هيك، هي نقط، ثلاث نقط في النص، يعني انه هدول ال 60,000. كمالة ال 60,000 هنا. طيب التست قديش الشيب تبعه؟ 10,000. 10,000 كتير كافية للتريننج. بالضبط. للتست 10,000. للترين بالضبط. طيب شوف البري بروسيسنج اللي عمله، انه هينا عندي عرفنا فيجر، وفي البلوت هذا ايش بنحكي له؟ ايمج شو، اي ام شو. ايش اعطيته؟ ترين ايمجز اوف الزيرو. بالضبط. وهنا حطينا له كلر بار انه جريد فولس، وهنا شو. فبالتالي انا عندي جري سكيل انه زي هيك من 0 ل 55. ايش معنات هذا الكلام؟ انه النقطه اللي بتكون باللون هذا الفاتح انه 255، وباللون هذا صفر. بالضبط. فهذا ايش شكله في الغالب؟ بوت. بالضبط. هنا في الخطوه هذه حولنا الرينج تبعهم من 0 255 ل 01. بالضبط. هنا عرض لي بعض الفيجرز، هذا تيشيرت، هذا بوت، هذا بلوفر. واضح انه في نمط معين، واضح انه في نمط معين، تمام؟ حسب البكسلز الضاويه. الان نيجي لخطوه بيلد للمودلز. لاحظوا انه احنا ماشيين بنظام السيكوينشال، اسهل، اقرب لنا. تابعين معايا؟ طيب خلينا نشوف هاي وين وصل في الايبوك الثالثه. خليه شويه، بنرجع له بعد شوي. هنا شكل الشبكه تبعتي، مين يحكي لي اياها؟ مين يقرا هذا الكود؟ الكود هذا بالنسبه لإلك يفترض يكون ريدابل. هذا كي سيكوينس. نعم. الهيدن وحده 28 في 28 اللي هي 784، والهيدن وحده فيها 128، والاوتبوت 10 سوفت ماكس. ليش سوفت ماكس؟ كلاسيفيكيشن. بالضبط. عشان من صفر اللي هو 9 حتى. بالضبط. محدودين على. بالضبط. هاي الكومبايل، ايش بدنا نحدد في الكومبايل؟ ثلاث شغلات، شايفين الكلام متكرر. لوس اوبتمايزرز، اوبتمايزر ماتريكس. ايش حط الاوبتمايزر؟ ادم.
لو انت بدك تشوف اوبتمايزر غيرهم وين بدك ترجع، ارجع لي هنا على السايت عندي وروح على الكيراس سيلكتد دوكس، في عندك هنا وين لينك للاوبتمايزر، في عندك اوبتمايزر اسمه اس جي دي ستوكاستيك جريديانت ديسنت، في عندك ايش كمان ادا دلتا، وفي عندك ادا جريد، في عندك ادم ادا ماكس كتير. تمام كيف الشائع استخدامه ادم، خلينا على ادم. تمام فايش حددت ادم، ايش اللوس سبارس كاتيجوريكال كروس انتروبي، هذه برضه في اللوس، في انت عندك هنا رابط لللوس، اللوس فانكشن تختار واحده منهم. تمام هذه واحده من اللوس فانكشن، وايش الماتريكس اكيوريسي، ليش اكيوريسي لانه ليبلز كلاسيفيكيشن، لو كانت انا عندي هذه انه برايس فايش بدنا نختار مين ابسولوت ايرور او مين ام اي اي او ام اس اي مين سكويرد ايرور. طيب نعمل ترين للموديل، هاي وايش اداله ترين ايمجز ترين ليبلز وعدد الايبوكس 10، هاي ال10 ايبوكس لف عليهم زي هيك، هاي الايفالويشن احنا حكينا سابقا ممكن هاي الشغله نعملها في خطوه واحده بس هنا فصلهم في خطوتين، فانت هاي بتعرف تتعامل مع هاي بتعرف تتعامل مع هاي. هنا في الايفالويت ايش عمل تيست لوس تيست اكيورسي، بترجع قيمتين موديل ديت ايفالويت ايش اعطى له تيست ايمجز والتيست ليبلز مش الترين، هنا في الترينينج في الفيت ايش اعطى له ترين ايمجز ترين ليبلز بالاضافه لعدد الايبوكس. هنا بحكي لي انه النسبه 88%. تمام فهنا قديش طلعت معايا التيست 87 اقل من الترين، الترينينج ايرور كان 88 وهنا 87. نعمل بريدكشن، وهذا هو المطلوب انت عندك انه انت مثلا ممكن تعمل التطبيق تبعك او الموديل تبعك انه يعمل لك بريدكت لتست ايمجز، انه هاي موجوده انت عندك البريدكشنز، شوف البريدكشن اوف الزيرو ايش بترجع لك، هذه سوفت ماكس هذا الرقم في 10 اس ماينس 5 قديش يعني صغير، هذا 10 اس ماينس 12 ماينس 8 ماينس 9 7 4 6 2 6 1 مين اقل واحده؟ مين اكبر واحده عفوا؟ اكبر واحده هذا الرقم يعني؟ هذا اكبر رقم اللي له اقل اكسبوننشال، اللي له اقل اكسبوننشال. تمام؟ يبقى الليبل قديش؟ 9 الليبل كيف بدنا نجيبه؟ في النمبي، في النمبي فينا عندي حاجة اسمها ارج ارج ماكس، ايش بدي له؟ هدول القيم بروح بجيب لي اعلى واحدة فيهم، او بدي له الماكس، لأنه هذه عبارة عن اري. ماكس لإلها راح جاب لي الاندكس تبعها 9، يبقى الليبل 9. الليبل 9 لو طلعت عليه فوق ايش بيكون؟ بالضبط، اللي هو كان بوت. بالضبط. فكان